وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي وكذلك كما أرينا إبراهيم ضلالا أبيه وضلال قومه نري إبراهيم، وقد أراه الله عز وجل ذلك قبلهم، وما زال ينتفع بتلك الرؤيا ويستفيد منها، ولذا أتى بالفعل المضارع. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ملك، لأن الواو والتاء تأتي للزيادة هنا، كما يقال علامة ونسابة، فالتاء للمبالغة. قال هنا ملكوت السماوات والأرض، من أجل ماذا؟ أنه ينظر ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ولذا قال عز وجل في الآيات السابقات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال هنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النظر في السماوات وفي الأرض وما خلق الله عز وجل فيهما طريق إلى اليقين، واليقين هو العلم التام المنافي للشك الذي يستلزم العمل والإقبال على الله. وليكون من الموقنين، ودل هذا على ماذا؟ على أن القول الصحيح من أن إبراهيم عليه السلام كما ذكره عز وجل في الآيات الآتيات، من أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا في التوحيد، ولم يكن شاكا في قدرة الله عز وجل، كما قيل في قول وذلكم القول ترده الأدلة، وإنما السياق يدل على ماذا؟ على أن إبراهيم أراد بما سيأتي من آيات من أجل أن يحاجج خصومه فيتنزل معهم من باب النزول مع الخصم لإقناعه بالحجة، بدليل ماذا؟ أنه قال وليكون من الموقنين، فلو كان إبراهيم شاكا لما قال وليكون من الموقنين، ولذا أتى بكلمة الموقنين قبل هذه المناظرة. ولذا ماذا قال عز وجل؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، دل هذا على أنه من الصغر كان على رشد وعلى عدل وعلى توحيد.